مزعل ابوك ليه يا ياسر؟ انا اللي مزعله ولا هو اللي مزعلني برضه؟ ابوك اتعصب عليا وعلى صوته وفضل يهزقني ورمى الموبايل في وشي وطردني كمان. صح، راجل مجنون. هو عمل كده من باب الطاق ولا عشان انت كلمته بمنتهى قلة الادب والسفالة واتريقت عليه؟ اتريقت يا سبحان الله، ده انا كنت عايز افكه فبقيت اتريقت عليه. يا بنتي ده انا دخلت عليه لقيته قاعد زعلان ومهموم ودمعته هتنزل، قلت افكه وهزر معاه شويه كده واخرجه من اللي هو فيه. فجأة راح اتعصب وفضل يزعق ويعلي صوته، ده قال لي بيا قدام الناس كلها. رحت واخد بعضي وماشي، ولما مشيت خلاهم كمان يكسروا المكتب بتاعي. بقى بذمتك ده اب ده؟ ياسر يا حبيبي، ابوك شاكك ان انت اللي سقطت معاه كمان. لا حول ولا قوة الا بالله، هو ده اللي كان ناقص. ابوكي كده يا يارا راحت منه على الاخر. ياسر ما تغلطش ببابا، ما تتكلمش على بابا كده. هو في حد غريب في البيت وانا مش واخد بالي؟ مش لازم يبقى في حد غريب عشان نحترم ابونا ولا ايه؟ الراجل ده احنا عايشين في خيره وفي عزه، وهو اللي عاملك راجل طويل عريض دكتور قد الدنيا بتغلط فيه وبتبجح. ياسر يا حبيبي انا عايزاك تفوق، ممكن تفوق. في ناس كتير قوي عملت زيك وندمت، والله العظيم هتندم ندم عمرك. هتفضل تتمنى ساعة واحدة تعيش فيها تحت رجلين أبوك ومش هيبقى موجود في الدنيا. هو أنا عملت له إيه؟ أنا اللي خليته يروح يتجوز واحدة على موني، واحدة كمان قد عياله. ما يتجوز، إحنا مالنا؟ دي مشكلته مع موني، مشكلة تخصهم هما الاتنين بس، إحنا مش طرف فيها. وعلى فكرة هتعدي إن شاء الله وهتتحل. كل المطلوب مننا إن إحنا نلطف الجو، نصالحهم على بعض، مش نشعل الدنيا ونولعها ونقل أدبنا على حد فيهم. طيب سبتلك انت بقى التلطيف، بعدين انا ما بعرفش اعمل زيك. انت يا يارا دايما بتعرف تمسك العصايه من النص. انا مش ماسكه العصايه من النص، انت فاهم غلط. انت فاكر ان انا واخده موقف من ماما علشان خاطر بابا او العكس؟ انا متفهمه جدا موقف موني، حقها تزعل، زعلت وسابت البيت وراحت قعدت مع ميرفت، قاعده مع حد. لكن بابا هنعمل فيه ايه؟ هنرميه نسيبه لوحده عشان بقى يروح يترمي في حضن ماه وما نشوفوش تاني؟ أنا موافق إن هو يروح يترمي في حضن ماه وما تشوفوش تاني، بس قبل ما يعمل كده يكتب لنا اللي حلته ويروح ياخدها بقى ويبدأ من جديد كشاب جديد. مش على آخر الزمن واحدة تيجي ترمي الواد وتقش. كفاية عليها الشيء. هي دي الحاجة الوحيدة اللي همك؟ فيها يا رب. وأنا إيه اللي يهمني تاني؟ صح، إيه اللي ممكن يهمك تاني؟ مفيش حاجة. بابا؟ مثلا بابا ممكن هو اللي يهمك؟ لا يا انا اللي يهمني وفارق معايا المستشفى والبيت ده والوداع اللي في البنك. وهبقى كداب لو قلت حاجه غير كده. شفت لك صريح وطايرك ده. يبقى بابا عنده حق، انت اللي سقطت معاه. اذبح فعلا؟ انت اللي عملت كده؟ ايه يا ياسر؟ انت ما بقاش عندك ضمير حتى؟ ايه الكحود ده؟ على فكرة بابا لو اثبت انت اللي هتحصل لك مشكلة كبيرة قوي، وانت اللي هتخسر كل حاجة لانك هتخسر ابوك. عادي، ولو عايز يحبسني كمان انا موافق. انا كده كده بفكر ان انا مروحش المستشفى دي تاني. وريني بقى هيدورها ازاي؟ كلها شهر واحد وتتخرب اكتر ما هي من مخروبة. استنى هنا، رايح فين؟ احنا ما خلصناش كلام. مش هو ده اللي انت كنت عايزين اتكلم فيه؟ مش ده بس. عايزه ايه تاني؟ الفيديوهات اللي انا طلبتها منك قبل كده. الموبايل اتفرمت، انت متعرفيش؟ ها يا شيخ. والهارد، الهارد اللي انت خدته من فيلة يوسف اتفرمت هو كمان؟ انا لسه قايل لك ان المكتب بتاعي اتكسر. يا عالم بقى هنلاقي الهارد ده ولا مش هنلاقيه؟ ايه ده؟ ياسر